اليوم بنلعب يمكن ارهب طور لعب جماعي شفته في اي لعبه تصويب، اسمه مواجهه ناريه او جان فايت، ومعي الشباب في المكتب فهد الشيحه عضونا الجديد نواف النغموش، ان شاء الله بيكون معنا من الان فصاعدا في اليوتيوب، وعبد الله الدوسري اكيد. الفكره حقته بسيطه، اثنين ضد اثنين بس. الحين راح نبدا اللعب ان شاء الله وتشوفون نشوف مين احسن، مين يجيب نقاط احسن، انا وعبد الله ولا فهد ونواف النغموش؟ جيب ان شاء الله. هو بالنهايه ترى كلنا نوبز عشان تكونوا بالصوره، ترى كلنا نوبز. تكلم عن نفسك. ما حد فنان. انا خبير بالجن فايت. طيب دور جيم يا فهد. يلا دور جيم. بسم الله. لا مو بو سي بي. ها مو سي بي. بدايه حلوه. دي دي دي. هذا اللي فوق. ايوه ايوه ايوه. طيب ليه واحده انجليزي واحده عربي؟ او اس بي. انا اقول او سي بي بعد. او اس بي. الحين قاعد ادور. دور جيم. دوار جفري. دوار جفري ومين؟ لعب عشان يجلدكم. الله بيدور فينا. طيب الحين اوكي يلا بسم الله. Let's do this نواف. مرحلة شوف سهلة. حنا قدها. مرحلة مو بصعبة. ومكان يعني أحسن من مراحل ثانية. يلا يلا. طيب. فلا تنكبنا. هو بنكبك. حط ببالك هالشيء. يا السلاح ذا خياس بعد. مشكلة. طبعا عد التنازل الحين وبعد ما يبدا على طول كل واحد يروح ينطلق على الثاني. لا اسمع نوف نكون مع بعض، نكون مع بعض احسن. لا لا مع بعض ينتفون بسرعه. لا اسمع لا لازم تفرق. اصير انا اموت انت تذبح. تلعبون عليهم فاي. لا الشعب جابري هيد شوت. ذبحت احد؟ ذبحت لا جني. بدايه صح. دور جفري والله يا ساتر. وانا كذا نوف وانا ما اعرف شو ايه. انا جابني من البدايه. شوف انت عندك 40 ثانيه لازم ايه. تتصرف بسرعه يا اخي. بس خايس مره سيء ذا. روح يمين روح يمين ولا يسار. يلا عرفت؟ ايه احنا نفس مسدس خايس. بعد كم بعد كم جوله يتغير؟ وجع وجع والله. سنايبر ذا بالراس. بحت واحد بحت واحد كفو نوح. قبلته شفته عندي ورحت مت فيها غباء والله. يا شكلنا فايزين. لا ان شاء الله والله مره بسيط. انا قاعد اطالع الادرال يضغط. يا رب باقي احاول افهم ايش قاعد تضغط. هذا صد تحديد بعدين ارتو للطلق. عندكم قتله واحده. يلا ما عليك. اي شوت شميته شميته والله بيشمني الحين. ها يمين وراك وراك فهد وراك وراك فهد وين صارك والله كبير كبير. حلو واحد ضد واحد. يلا 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 ما يفوز دوار. ما ادري وشو دوار الجفري ذا وين اصلا. حد اللعب. والله بدور فيه. حد اللعب. لا تلعب. لا تروح في مكان مكشوف. اي حد اللعب ودخل مكان ما في الا فتحه واحده ولا فتحتين. انا ادور الحين. واحد. الان ما ادري شلون. الرجال قدامه واحد يطالع تحت هناك. بعدين يقول ايم. مره بطيء صار. يلا يلا يلا. ان شاء الله يمدينا. حط فتاك في الارض ها؟ وش فتاك ذا؟ والله فهد مكشوفين قدامك. شوي يا ساتر. العن شكله جاوني يا ساتر. ذبحهم ذبحهم فهد. والله دمار يا اخي. على اساس يدخل بالشاشه كذا بالوضع. لو حطينا فتاك كان يمدينا. الاثنين مشوا جنب بعض بعدين. ايش الاستهزاء هذا؟ هم ذبحهم. يجي دورك يجي دورك. يجي دورك يجي دورك يجي دورك عبد الله. ما يحتاج انا وضعي تمام. تدري اسوي حركه الانتحاري مو كذا. فهد يسحقك. يا شيخ دور بنفس الوقت كذا يجي وراك قاعد يشوف تمشى قاعد. المشكله ترى ما نسمع. هذول حاطين سماعات وسبيكر وحنا صمخان. شوف انا لاني طيب بعطيك استراتيجيه. اوكي يلا. وانت واحده من ثنتين. ايه اوكي خلصنا. يا تقعد مكانك وتستنى. اوكي كملنا خمس. يا تروح الدرع متفاجئ فاهم. ما هذا انا حاولت افاجئ تفاجئت. مشكله ما اسمع الصوت. عرفت؟ تعنى تعنى عرفت؟ خله هو يجيك. كاكا كاكا ما جا حد يا اخي. خوي شوفهم هناك. سريع سريع الموت. ما خويك انا مشكله طالق قبله بعد. ايوه بس هو جاب تلقى على الراس شوي شوي. ما في تقريص ابد برا. جوله واحده وخلاص يا اخي. المفروض اعطونا شوز. اتوقع انه خلاص انتهت. سته سته صفر. خلاص سته. سته صفر انتهت. لا لا بعد صرت عادل يعني. اي بس هي سته. شوف خلاص خسرنا خسارة ما لها مثيل. المشكله شوف نواة انت قتله وانا قتله. ست موتات ست موتات. كوبي بيس انا هو مين فاز فينا؟ تعال صراحه ودي اصفق لكم بس ما يبدي عيب. ما ادري وفاز. اعطوني انا وعبد الله بس. يلا 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 ان شاء الله دوار الجفري هذا يجددكم يدور فيكم. خليه مخلص. انا بعلمك عشان نفوز. عبد الله شوف خلي استراتيجيتك. انا بقول لك توزع
عرفت كيف؟ اه اوكي ايه الله يبارك. معروفه لعبتي دائما التخفي. ايوه انت تخفى بس خلي الباقي علي. فانت بغى اني اروح اول شيء بلمع بتشوفني كذا اتخفى كذا صرعة بتلمع وين بتخبى ما في صرعة. نفسه دوار جفري ضدنا ولا مين؟ لا طير طير نفسه. طيب هذا وهذا ايوه اكيد ار1 يطلق صح؟ لا ار2 ال2 للتحديد ار2 للطق دوار جفري. انا هذا اللي يكفيني بس ضار طلع دوار جفري. طيب لا دعم ضد قال هذا الشيء ايش اللي يركب؟ هذا السيت سهل اللي يركب هذا سهل حرام عليك يا ابوي يا فوق الصح إيه؟ يركب شخص الصح كذا ايوه يركب اه يلا ورونا الابداع حقك. روح عبد الله روح انت مين يجي عبد الله كبش الفداء يصير محمد خواف. ماني خواف انا حدا دير دير كبش الفداء مات في محاوله كان في محاوله حاولت عبد الله سول عليه حمد الاثنين محمد هذا واحد لا هذا التمويه ايوه ما عليه عادي عبد الله لساتنا لساتنا إيه نعطيهم كذا الاحساس انه واضح هذول غشمان عشان يطلعون احساس انه هم اللي بتشوف انا اشوف عبد الله يروح يكافح محمد جالس انا مو جالس انا قاعد اقرا المنطقه صح يدرس المرحله عبد الله تخرج لسه واض ما خلص دراسه قدامك حاولت قتلت عبد الله لا الا 2-1 بس قنبل عبد الله هذه ورجعت مو بحوله يعني ولا اصلا واضح اللي ضدنا اصعب من دوار جفري ها سامع شو دوار جفري سوى فينا دافينا انتوا ايش تسوون فيه هذا مرحله سهله يلا هذا سلاح خلوني اهجم اثنينكم عبد الله راح يمين انا بروح يسار ثلاث في شاز نصيحه ما بقى يجب يلا ما يروح اها محمد نادى الكتيبه ايش الزحلقه ما عبد الله ذبح عبد الله ذبحته؟ ايه خلصت سلاحي مو ذبحته بس يلا بقى واحد وينه؟ ركز عبد الله انا يسار انا قاعد اطالع يمين ما اشوف احد مو بجايكم يبيكم تدورون عندنا ما عليك بروح لعبد الله بيموت هاي محمد بنت مو قاعد اشوف احد ما عليك الوقت من صالحنا ترى يخسر ترى جاك شفته فين؟ يخسر في علم لازم تسيطرون عليه. اوه عبد الله ما عليك انتظر انا ورا طيب روح العلم روح له لازم ثلاث ثواني تقعد عنده لازم تاخذ تسيطر على العلم بنتظر حد العلم طقه اخذ العلم هذا ما كان يعرف عبد الله ذا الشيء اول مره عادل اذا صرت عادل لازم اول واحد يروح للعلم عرفت يقعد عنده ثلاث ثواني اوكي يلا ما عليه عندنا قتله نجيب قتلتين زياده نصير احسن منه مو خايس الحمد لله عبد الله انا يمين خلاص هو انا ما حد كيف نحسبه اصلا احنا على القتلات وعلى الموتات هو على القتلات لو ما فزنا بشيء انت مأمن اننا نفوز بشيء احنا بس خليك ساكت كفو قتلت عبد الله أيوة عليك بالثاني قتلت اي واحد انت يفرق معك اي واحد انت شد مالك الحين نحاصر عبد الله واحد من قدام وواحد من ورا يلا ما بدي افرق مع عبد الله انا قاعد امشي اصلا جا من وراي طلع وراي طب عليه من فوق جبت لا تسوي لي لود ما اعرف انا ذا الاشياء بس اهم شيء يعني قاعدين قتلتين باقي واحده ايوه باقي واحده ها ضغط النفسي كيف؟ عرق انا مو فاهم وين فهد يعني بس معي سنايبر الحين ما عليك هذا اللي بيجيب العيد فيكم والله شوف نصيحه معك شوت جن روحوا مع سنايبر اوكي مرة طلقات تجي من جنبي شوفها شو روح ول نتفني عبد الله حط الشوتجن وانطلق بس ما عليك منه كلنا شوتجن احنا واللي ضدنا كلكم اوكي سنايبر اسف نفس الاسلحه كلكم احس احنا يجينا سلاحهم غير كلكم الاربعه كلكم السنسر كبير يلا حاول ما عليك كانت عند رجوله سنايبر مو لعبتنا عبد الله صح؟ وش اللي لعبتنا محمد؟ احنا مسدسات شوتجن مو لعبتنا عبد الله هذه الجولة الأخيرة نبي ذبحة واحدة بس واحدة؟ بس ذبحة واحدة يلا يجي يعطونا سلاح زي المسلمين بس نقطة المباراة عليك هوب سنايبر مرة ثانية نفسه؟ كيف أغيره؟ مثلث يبدل المسدس بس تصير ايزي تارجت صح؟ بل حتى أنا تعادل اوكي ايش اوكي مو مشكله ماني فاهم ايش قاعد يصير اصلا قتلتين احنا سوينا احنا ذبحنا نفس الشيء نفس الاحصائيات اللي معفنه ها والله نفس الشيء الحمد لله موت لا محمد احسن مني مات خمس مرات بس
بعدين فشلتني انت يعني مش سوي شو اسوي يعني. طب ليش جيم ثاني ولا ايش ما ادري ايش صار اللي مت خمس مرات انا في مرحله اللي فيها العلم ما مت فيها اي صح خسرنا بالعلم او لا اجل انا ايه خلاص انا اعتبر الفايز فيكم لا 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 لازم جوله ثانيه يلا يلا جوله ثانيه باقي مصممين يعني نرجع نرجع الموضوع لكم يرجع يلا يلا والله ان شاء الله ان شاء الله بس كلهم قبل شوي اللي لعبوا مرحلتنا حقتنا اي مرحله كيف تزحلق هات زحلق اركض الخارج اركض تزحلق قناص مره ثانيه يلا انا سنايبر ما قناص ليش انا في النص على طول هذا يقول لي لا لا بس سايبر سايبر ما خلص الوقت تروح سيطر عليه ما حد قال لي ها او ما طلع لك قلت لك يعني بس انت ما تسمع ما يلا يلا بشجعكم هالمره اه شطفته ترى اي داري شوف طاقته نقص لك اياها يلا نواف انت بترى ما عاد بالدستني لعبتي لعبتي تمام بالوشو بالدستني بالدستني صار جنرا ها والله على مشي تقضيه كل بحونك قلت ما ادخل من جوا واجيهم الجهه الثانيه بس هو قاعد راحته في واحد فوق اصلا كان مستلمني يعني كذا كذا رحت فيه شغل غاني عبد الحليم ودخان كذا ينتظرك جاهز بحنا واحد والله شفت كيف انت انا مشكلتي الايم انا مشكلتي الايم انا مخي نظيف بس يدي ما توصل المعلومه بسرعه والله صبر يعني حرام شكل الجوله اسهل علينا ان شاء الله هو يعطوني السلاح القوي اللي معهم يا اخي ياتني طالق من بدري بس يلا حشو باي اوريكم الحين تكنيك تقدرون تقدرون الحين وش السلاح ايوه رايحين مع بعض لا تجي وراي لا تجي وراي اي اي لا تجي وراي اي اي الاستراتيجيه حقتهم نمشي مع بعض ايش حالي الحاله انا بقيت بالزاويه هنا انا ذبحت واحد وين 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 قاعد يقطون عليك رنيد من الصبح كيف قلت لنا انا جاي من وراي فادي فزنا خلاص كيف السب انا ذبحت الاثنين انا قبلت فيهم انت لعب قاعد ايه لا لا انا حلقتهم انا ما مت ترى اه فيه ما متنا انا حسبه ماتوا لا انا ذبحت واحد كان بيجيب فهد وجيت انا سويت تمويه هو فهد حسه حتحسب انك انت راح توزع قال انا سويت لا انا سويت تمويه خدعناكم حتى انا خدعت نفسي والله مره لك من بعيد ارمي قنبله ايوه لها طاحت في الحفره وجابك الثاني وش اللي يرمي القنبله ها فزنا مرة فزنا مرة نواف هذه فزنا واحد تعتبر تتسجل هذه إيه؟ سجل يا تاريخ فزنا مرة القتلات شوف انا الحين بسوي تكنيك رهيب اثنين اثنين انا ثلاث شوف 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 تن 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 يلعن شكله جني جاري حتى عرفت حتى تن 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 حافظها مثلي هو بعد سوي تن 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 جابلك تحت اصلا الركبة كل الضربات في الركبة اطار خوية وين تبي اضرب ايوه هذا النظام لا لا عرفته عرفت مدوري ابي اجي اوقف بالزاوية ذي وقعد من بيت طيب يلا شوف خوي يقول خوي قاعد يسحب عليك اطلع كفر غزباك شكله جاب من فوق يدعم وين جابني هذا ماني كذا انت تحت الارض بس انت ليه ما اعرف اسوي ايه شوف خلينا نشوف من جاب من جاب لا هذا اللي ذبح فهد اوكي شوفك هنا بال مسدس نقطة المباراة يا فهد لا يفوزون ما يفوزون وش هذا؟ وش قناص؟ ما ادري شوزن فيه زوم؟ ايش؟ ايوه اوف اوف حطيت سيفور فهد لا تزوم وانت بشوزن نفس النتيجه 1-6 احنا جبنا واحد فزنا مره ما يهم كان قتلات انا لا انا الفوز ثلاثه بالحال الفوز يعتبر ترى يعني قتلات بين التوب تير الفوز شفت اوكي مو مشكله كم قتلته ثلاثه يلا اوكي ثلاثه ما قتل احد لا انا تمويه انا سويت تمويه موه موه كل التمويه يحسب التمويه ترى يعني طيب مو مشكله جولتين خلاص عندي بسيط ما عليك عرفنا لهم كم نذبح اربعه ايش لازم اذبح اربعه شو هي سته لو كل جوله ذبحنا واحد زين نذبح واحد يلا مين جانا ايفل جوست واف اكس جي جي 1937 هشايب شكله مواليد 9 3 37 قول له من الحرب العالميه ايه
قبل المية الثانية. بعد. هذه مرحلة. كينج. أوه هذه مرحلة لعبت فيها. أنا في 3 لعبتها. عرفت هذه زينة إيه. سهلة. سهل. حتى اسمه كينج زلدا. اسمع اذا تفشلت وتصفقت اقطع ذا المقطع اني قلت اني اعرفه. هذا تحطه ضوء او اول شيء بدايه المقطع بدايه الفيديو. طيب يلا سلاح ممتاز. وانا محمد انت يميني. انا بروح يمين. ها يلا يلا يسار. انا ايه نحوطهم. لا شوف شوف انا باخذ الهاي جراوند. ما قلت لك الهاي جراوند. بول 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 جا جو حلو. لا يمين ولا يسار انا نتفت من اولها. احنا كنا فايزين صح ولا لا؟ اي ما يبينا. كيف كيف انقز كذا كذا عبد الله وراك عندك ظهر اروح. يوه الحرام عليك. عبد الله كمل كمل هذه ذبحه الاولى. يلا اذبح الثاني. اصبر اصبر عبد الله انت حطوه قصف عشوائي مره. روح له روح للجبان اذبحه كمل. كاد حاولت كاد حاولت. المهم عبد الله راح الرجال يمشي وانا اطلق يمين اطلق بسيطه بسيطه عبد الله. اوه الرجال يتمشى مو داري عني شكله بيجيبون. انا يسار عبد الله. عبد الله شوف لو سمحت الايم حقي واضح انه ممتاز. افكر الايم حقي سيء. عبد الله طلع اسوأ رجال قاعد ياخذ اوراق. السلاح فيه مشكله. السلاح فيه مشكله والله. اللي ضده مزلايق بعد. طلقت عليه ما مات. عبد الله ذبح ذبحته. عبد الله فاز اثنين. والله غش. صح صح زلايق. وين الغش؟ مو زلايق. عبد الله فنان. نعم انا محترف. واضح اني محترف. يس ذبح اثنين. كم الحين ذبحنا ثلاثة صح؟ نذبح واحد ونفوز بالزبط. خلاص انا اقول له استهبل الحين عبد الله. انا من رايي ان نذبح بعدين نرمي الكنترولر خلاص. لا انا اقول لك ايش صار؟ عمد لا ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. تعادل. 2-1 2-1 يلا. اي والله تعادل. الحين ايش؟ زي ما احنا الحين تعادل من ناحية الكلز احنا تعادل. شت عليك عبد الله. اوه هذا الشوت جن؟ عليك. اي هذا الشوت. طيب اسمع الدف. الدف ما يصير نحطه ويصير انا الفايز. روح عبد الله روح. لا لا ما قوية شوي يعني. ما تجي؟ تفشل بزيادة. اسرع موت. اها. من خش. ما ذبحته؟ مت انا. شكرا على المعلومة عبد الله. قاعد تنتظرني والحين داخل داخل كان داخل محمد وراك مو وراك كان داخل قبل شوي في انا شايفه فوق الكونتينر شرق شمال باغتني تجي شرق شمال يلا يلا ها باغتني باغتني باغتك لا زال عبد الله قتله واحده بس يلا يلا بسيطه بسيطه كم باقي بديت اذبح كذا ثلاث جولات باقي نقطه المباراه ايش هذا انا MP5 ويطلع ايش رشاش صغير SMG عبد الله جنوب شمال جنوب شنب ها جنوب شمال وجنوب وشمال اللحيه انزل يا كلب جبته قتلته خلاص خلاص فزنا الحين شوف رايح رايح فوق يقنص بس عرفت له الحين اطقطقه يعني معاكم فوز عبد الله فوز محمد ورا ما عليك ما عليك ما تحسب بس جبنا جبنا فوز وجبنا قتلت اكثر منك مش باقي يس يس خلاص خلاص انت يعني هسه كم نقاط الحين بس تتفرج وتتونس على اللعب انا اقول جوله زياده لا ما في خلاص هذه كانت الفاصله وريناكم كيف اللعب يصير انا عن نفسي سويت شغل عبد الله جاي يقول انا ماني عارف شلون انا عبد الله انا مت عبد الله قم بالباقي جا من راي يلا عبد الله يفوز ببطوله الدواسر واضح غدرة غدرة كانت واضح شفته قاعد يحكي المباراة الحين نقطة المباراة الحين الحين بنفوز عبد الله احنا فايزين اوريدي خلاص بس هذا كلها كذا جماله قدامك بعيد بل تمام ما اعرف احنا نبغى خلاص تعبنا اي خلاص ترى ما عاد في طموح لا فاز اربعة كسر جبنا اربعة لا لا ايش؟ لا ثلاثة واحد اربعة ما انا ما يصير انت ما ذبحت احد ما لك فايدة ذبحت وسكت ليه انا اللي ذابح انا انت ذابح بس اقول فهد ما ذبح اي فهد ما ذبح ايه سكينا حسبناه بس موه ترى ما كنت تقدر تذبح موه مين هو حسبني ميت ذبحة واحدة احنا فريق احنا فريق قال لك اسمع اذا انت وخويك اللي كان ينقصكم انتم روح الفريق ما كانت موجودة ايه عموما والله كان نو عموما مبروك الفايزين انا عبد الله هذه كانت كول اوف ديوتي جام فايت ولا ايش اسمها بالعربي بالعربي المواجهه الناريه المواجهه الناريه الزبده طول رهيب سريع مره
اي احد يقدر يلعبه، مش لازم تكون فنان بالمالتي بلاير. هذا اكبر دليل هنا. اوكي، يعطيكم العافيه على المتابعه، ونشوفكم في فيديو قادم. لا تنسون يا شباب اشتراك ولايك على الفيديو.